شكيبة. اخوان سمحوا لي راه طفى اللايف ما عرفش مناش الكونيكسيون ديجا مخدم طوال الجي غير باش تكون كونيكسيون مزيانه. دابا راه خدمت الويفي باش نتفادوا كاع هاد المشكل ما عرفش. المهم الدراري غير باش قبل ما نبداو في اللايف الا كنتو كتستافدوا من الهضره كنقول لكم نكملوا، ما كانش غير بلا ما نكمل لحقاش انا اول لايف ليا كنهضر ما مرتبش الافكار ديالي ولا غير حاولوا تقول لي شنو الانطباع ديالكم من اللايف اللي ديجا وصل تقطع. خويا الياس الا درتي بزاف ديال لي باج غتشتت التفكير ديالك والانرجي اللي عندك. انت يلا بادي غير باج راه قاعد داك اصاحبي، غير باج راه قاعد داك براندي. ديك الباج براندي واخا ماشي كتبيع في حوايج اخرين غير براندي، خلي هاد الخوانه سميت قايله في السوق. الاخوان بغيت نسمع من عندكم واش نكمل ولا بلاش، اش خفت نكون كنخرج على الموضوع ما كتستافدوش من الهضره كنقول لكم دونك غير بلا ما نكمل. الا كان نكمل ما عنديش مشكل، ديجا اللايف الاول تقطع يعني ما تصوق هذا اش راه تقطع. كمل وي مرحبا خويا ابراهيم انا نكمل الاخوان غير هو بغيت يجمع 50 واحد كيف ما كانوا مجموعين قبل من الاحسن. عندك 50 راه كانوا غاديين يعني كمل ولكن ركز. عندك الصح اخويا حمزه حيت انا ما ماشي من عادتي كندير لايف ولا تريح معايا اعطاب غنجمع معاك، ولكن باش ندير لايف راه الناس كيتفرجوا فيك وانت ما مرتبش افكار ديالك دونك راه ما تسمح لي ما نقدرش يعني ما نقدرش نكون بيرفكت فهمتيني دونك راه ما يمكنش. دابا كتبيع لي برودوي كلشي باش براندي السميه اسمع ليا باش براندي السميه ديال لاباج لاباج تبراند يعني السميه ديالها تولي كاينه في السوق بلا ما نهضر على لاباج اللي كانت عندي. المهم اللي ديجا مشات وقع مشكل فيها الود البراند وقفوها كمل اخويا جا ما تخسرش تخرجش على السيجي. عندك الصح عندك الصح اخويا عمار عندك الصح صراحه حيت راه ديجا انا عارف الود ديفو ديالي كان ما كنرتبش الافكار ديالي كنبدا نهضر ما كنشدش فرق حدا. المهم جمعت 40 واحد مزيان انا سلم الحاجه راه تيتفرج خويا ايوب الحاجي تبارك الله عليك توحشناك دري ولد الناس الله ييسر ليك كمل كمل. خالد شكرا بزاف خالد خويا بلا ما نهضر خالد صافي راه ياسين بلا ما نهضر الدراري القراب ليا راه بلا ما نجبد السمايات يعني غنظن هو بدا فازي. مرحبا الدراري انا نقرا غير اللي جيت بغا نهضر عليه فهمي الدراري غنهضروا واش غير نعطيكم غير التيش واش هما مساعدين تهضروا نهضر على هذه القضيه ديال الام والاب واش هما يعني واش هما اللي يقدروا يطلعوك ولا يهبطوك في البيزنس ديالك. هما اللي يقدروا يطلعوك ولا يهبطوك يعني شنقول لك الا كنت قريب من والدي بلا ما تبقى تجاوب على الكومونتات تسالي الفكره عاد تجاوبكم باش ما تلف حيت كنتلف صراحه الدراري كنبقى نقرا لي كومونتير. شوف بلا ما تبقاو تكتبوا لي كومونتير خلوني غير نهضر حقاش كنقرا لي كومونتير كيهرب ليا كلشي ما كنشدش الريجن. خويا ايوب شكرا بزاف شرف ليا والله وديجا راك عارف راه البارطاج كاين من الاخر يعطيه 100% جهدو غادي يمشي يجلس معاه راه كيف ما قال ايوب اللي بغى يعرفني ريح معايا انا ما كنعرفكش والو نجي نحط لك كلشي اطار الفرق ما بين المبتدئ والبروف دومين. خويا خالد انت راه خويا ساكن في دار وحده دونك بلا من الا جيت نجاوب راه غنخرج على الموضوع. خالد شين برو راني متبع معاك كمل طارق اخويا خاص الموتيفاسيون ها ما يبقاش يبان لك راه عرفش نقدروا نقولوا 30% الوالدين انا غنحيد كاع لي كومونت باش نقراهم صافي دابا مزيان ما كاين لا كومونتير لا والو انا هضر شنقول لكم لا فامي. شوف الاخوان انا كنت غلط شحال هادي وانا بديت كنصلح الغلط ديالي
اللي هو ان الوالدين، المهم انا كنت كنميل بزاف للوالده حقاش نعيش مع الوالده، الوالد ما يعيشش معايا، دونك الوالد الحكم الخدمه ديالو راه ما كيكونش في الدار بزاف كيف من الوالده، دونك الوالد كنت مقصر من جهته شويه، وهذا غلط كبير اللي ديجا نصلحته دابا كنحس بالراحه. دونك واخا كنت خدام مزيان كنت كنتفكر وكنبقى نبكي، يعني كتفكر ان راه مقصر من جهته باقي تبقى تبكي، وراه خويا راه حنا بنادم كيبقى في الحال بزاف. المهم نعطيك من الخلاصه، نهار قربت من والدي بزاف، قربت من العائله الصغيره ديالي، راه تصلحات الامور ومشيت في البيزنس ديالي مزيان، والعقل ديالي بدا كيخرج افكار زوين. لحقاش انت ساتيسفي عليك الشيء اللي وصلتي ليه دابا، دونك انت قريب لعائلتك، وباك فرحان بيك، كيف تاخر بيك اموك اخوتك عائلتك الكبرى ما عارفينيش، ما عندهم حتى يعرفوني، ممكن حتى ديجا ملي كطيح ما عقل لي شي واحد، واخا نهار نوصل غادي نجي نعاونهم ماشي مشكل. المهم الدراري الوالدين تهلاو فيهم ديال بصح، حيت باك امك ديجا واخا تكون انت ما نعرف فين واصل، وباك امك ما مهليش فيهم ولا ما كتعاونهمش ولا بزاف حوايج، غير بلاش غير وقف وسير نعاس اخويا مزيان، ضرب شي نعيسه تكالما بلا ما تكمل الخدمه ديالك، حتى ديجا علاش خدام على ستابيليتي، ستابيليتي داخل فيها بزاف العوامل، باك وماك واحد النهار تزوج خويا دريا بالمناسبه على الخاتم بلا ما نهضر. جي سكرين ديال انا كنقراش الكومونتير ديال يلا بديت كنرجع استراتيجي الاستهداف في فيسبوك، راه خويا راه جيت نهار استراتيجي ديال الاستهداف راه خليها لايف اخر، حنا دابا خدامين حوايج اخر يعني ما كتذكروش في لي لايف، كتذكر راه الاستهداف راه دير في يوتيوب كيفاش نستهدف غيخرج ليك، راه تقرا غير بوست ديال رياضه ولا ديال عمر ولا الدراري اللي كي بوست في الجروب غتلقى بزاف الحوايج، شوف شي حاجه اللي ديجا من الزمانه كنبارطاجيها معاك، اللي اصلا خصك ما تقالش اللي راك يعني كنهضر على عائلتي، يعني ما كنهضرش على شي حاجه اللي راه عائلتي. المهم شنقول لكم، المهم فامي و الصحاب والصحاب الدراري، نهضروا على الصحاب دابا هضرنا على الوالدين ان خاص تهلا فيهم، ما بغيتش ننسى لي كومونتير عندك الصح، نهضروا على الوالدين وعلى الصحاب على لونتوغاج ديالنا، لونتوغاج ديالنا هو اللي وصلك ولا رجعك اللور، راه خسرت بزاف صحابي وماشي صحابي يعني في الاخر ما كنندمش عليهم، واخا كيمشي بعد شحال من واحد راه راه بزاف، راه نذكر الاسماء راه بزاف صحابي ها اللي خسرتهم، ماشي خسرتهم بالعكس ربحت، لقاش اخويا داك السيد مكيمثلنيش، واش واحد كتريح معاه كيبقى يقول لك ما كاين الخدمه في البلاد وراك راك تخربق راك كتبيع لك شي تخربيق، المهم بزاف د الحوايج كيعطلوك ما عمرو. شوف انا صاحبي ريح معاك ما تعطيني لا درهم لا جوج لا والو، عطيني غير فكره ريح معاك، ايوب كاين واحد الفكره زوين واو فكره واعره هذه انا نخدمو عليها، دونك هذا هو صاحبي، من غير هادشي راه ما نريحش معاك، مثلا ايوب واحد السيد راه رايح معاه مؤخرا شي يومين دابا ديجا كيف تلاقيت معاه كيف بان لي في وجهه انا واحد السيد طموح، ديجا انا النية اللي نويتني انا نبرج مع داكشي اللي عندي صدقت هو تا هو على شي حوايج زوينين اللي ما عنديش انا. المهم البارطاج الدراري البارطاج، عندك فكره بلا ما تقول انا نخبيها نخدم عليها بوحدي بلا ما نقولها للاخرين، شوف راه الى نفترض وصل هذيك الفكره ديالك تكونسومات، سمحوا لي واحد لابيل ما عرفتش السي اش كيعيط ليا ديجا وقع اون ديريكت اش كيعيط لي ما عرفتش علاش، واش مازال كتسمعوني؟ الدراري اللي كنتو كتسمعوني قولوا راه كنسمعوك ولا كتبوا ولا، المهم راه واحد لابيل دازت هي اللي خربقات لي انا دابا، راه غنهضر بزاف غير ما تملوش بقاو كتسمعوا حتى انا اللي كنهضر ماشي نتوما، ما كتسمعوا ما كديروش اي فور خلونا انا نهضر، انا ماشي معليش مشكل نبقى نهضر حتى يتقاد الجهد ونقول لكم سمحوا ليا، ديجا التليفون دابا واقف فيه 50% ديال لاشارج. المهم نتمنى اخويا مابقاش تعيط لي مره اخرى حتى انت وسيري اللايف حتى انا ديجا غندير موضوع سمحوا ليا. المهم خدم السيت ولا باج خويا، خاص تخدم بالسيت وباج وبيوتيوب وجوجل بكلشي، لا بغيت تبراندي كبدايه بدا غير باج فيسبوك، تيستي غير باج فيسبوك راه خدام، انا واخا خدام باج فيسبوك بخير، داكشي اللي دخلت انا باج غادي ما يدخلش واحد بالستور نتحداه، يعني نطيحو اطاب يقول لي عندي ستور نقول لي عندي باج فيسبوك كندخل اكثر منك ماشي مشكل، حيت الباج راه ماشي ستور مزيان راه هو، المهم الا بغيت تخدم بروفيسيونيل خاصكم دراري ستور، باج كمبتدئ يلا بادي بدا غير باج تيستي غير باج، والله باج راه قاعد داك وفيتك اللي ضرب واحد الشهير
تولي تصيفط مثلا في النهار خمسة لي كوموند، جوج كوموند، 10 نهار اثنين، نهار اثنين 30 15، ولي تفكر في السطور وبراني السمية ديال لاباج. راه واخا نقدر نبيع التليفون والبيسي والكراسة، نبيع أي حاجة، راه تبراني السمية ديال لاباج ولي معروفة ديك لاباج، بلا أنك ماشي براند، ماشي مقيد، ماشي مديبوزيها، غير سمية لاباج ولي معروفة. خويا قلت لي شحال الكابيتال خويا؟ راه دا راه مقلق منك. يلا بنتي دابا دوك راني مقلق منك وغتخلص الحق بلا ما نهضروا على الكاميو كيفاش. المهم خلي داكشي بيناتنا، انت كتساني الحق وانا كنساك الحق. خويا رضا، الا كنت كنقول شي حاجه بانك ماشي ليه، راه يعني كنحترم الراي ديالك، قول لي شنو كاين. شنو اخر نهضروا على شنو اكسبيرينس غنكون مع الفورنيسور؟ نهضروا الدراري، واش نهضروا على العلاقه مع الفورنيسور، كيفاش تقدر تكسب الفورنيسور انه يولي يثق فيك، حيت هذه مهمه بزاف الدراري. غنقول لكم اللي كاين، وغنقول لكم شحال طلق لي واحد الفورنيسور ديال الفلوس بلا شك بلا والو. واش مستعدين نهضر على الفورنيسور بالضبط؟ هذاك اخويا راه ماشي رايضة، وانا عارف شكون مجيري داك الكونت بلا ما ندخل في الديتاي. التيم ديالو اللي مجيري، فهمتي، الناس اللي خدامين معاه راه مجيرين داك الكونت ديالو، حتى هو ديجا راه في الطياره غادي. خويا منصف رايضة راه عرفت في البارح ملي كان بغى يسافر، قال لي البارح، دونك بلا ما عارفونا الطراجي اللي غادي فيه وفين فين غيكون عنده. واش نهضر على لي فورنيسور الدراري؟ مزيان، حيت هضرت على راسي شويه بزاف، دونك ما ندخلش حتى تكنيك. الفورنيسور اخويا عندك كيفاش انا خدمت مع الفورنيسور اللي وصل معايا 25 مليون ديال الكريدي بلا شيك بلا والو. ونهار سمعت نهار جيت نحسب الفاكتوره شحال واصل معايا، راه تخلعت ديال بصح، تخلعت ديال بصح، حيت ما عمرني وصلت داك النيفو انا وصل 25 مليون ديال الكريدي. وقدرت نوصل، نقدر نخلص عليه بحال الضعف وجيز ديال، يعني ما تعطلتش بزاف حيت خدمت عليها كاوبجيكتيف انا خاصني نرجع لهاد السيت فلوس في اقرب وقت. وخا هو تيقول لي ماشي مشكل ايوب، اللي بغيتي نصيفطو لك، يعني اللي بغيتي ما عنديش مشكل. نهضروا على الفورنيسور مهم، حيت الدراري نتوما ما عندكمش راس المال خصكم تكسبوا لك الفورنيسور. كيفاش تكسب لك الفورنيسور؟ دخل هادشي في التربيه ديال الناس، تكون الاداب، تولد الناس مربي، هادشي كنهضر على التربيه، مربي ولد الناس، تعامل زوين، تكبر ديما، تصغر راسك وهو ديما فوق منك وانت تحت منه، حيت الفورنيسور انت غير كليان. نهار نعطيكم واحد التجربه زوينه ديروها، واحد النهار غادي معاك فراس ماك 500 درهم وشريتي واحد شريتي 550 درهم ديال السلعه، هو كنت متاكد غيتلقى 550 درهم كبدايه. انت ديجا عندك فلوس في جيبك ماشي قايه لي كامله، سمحوا لي. الفورنيسور هادي التجربه دزت منها، كنعقل النهار الاول 400 درهم كانت خاصاني باش نكمل، وما كنتش مخبيها في جيبي ولا نعطيك واحد باش يعني باش. المهم كانت خاصني تقريبا شي 200 درهم باش نكمل لي الفاكتوره ديالو اللي كيحسب، يعني داكشي اللي تحاسب معاه فيه. انا عجبني واحد البرودوي زدتو، ما قدرتش نخليه لي، بغيت نجربو وانا ما هادنيش فلوس ديالو، فهمتيني. زدت هذاك البرودوي قال لي صافي ماشي مشكل، ايوا صافي الوقت ما بانت صيفط عليا. الحمد لله اخويا ملي صلق لي داك الكريدي، لا ما كاينش نصابه، راه فورنيسور ما جاش يطلق لك واحد لاصون، راه باش تكون طافقين، راه تيقراك، راه فورنيسور صاحبي هادير، راه تجربة عليك، راه ما كاينش، ما تنصبش على فورنيسور باش تكون طافقين، ما تنصبش على فورنيسور. فورنيسور ذكي ديجا، ما وصل انه ولا فورنيسور ذكي، خدم معايا عقلك اخويا ابراهيم، راه ما تدوش عليه. راه دابا نعيط نقول لي خاصني 100 مليون ديال السلعه ولا 200 ولا 300 غيصيفط عليا، هو واحد عرفني كيف داير، دخل كي وما عرفش دارنا في كتسال الاسم كيعرفهاش، ما كيعرفش لادريس ديالي شنو، كيعرف سميتو كنيتي، ما عندوش عليا شي. ولكن لا، راه ولاد الناس باينين، ولاد الحرام باينين، وخا تبقى تمثل غتبان ديال بصح. مثلا خديت شي برودوي جمله خدامش كيقبلوا، انا واش يقبل يرجع ليك؟ راه الا كنت اخويا انت كليان ديالو راه يقبل، اول مره ما يقبلش، ويقدر يقبل، تقدر نيغوسي من الاول تقول له السلام، راه عجبني هذا البرودوي، راه بغيت نتيستيه. وانت ديجا اصلا خصك قبل ما تخدم في البروكس تكون تيستي، يعني ماشي تكون بجيتي وبديتي. نفترضو خديتي واحد الكونتيتي ومبقاش مسلكك، غادي يرجع لك، غادي يبدل لك، كون متاكد، حيت هو مبغاش يخسرك، حيت هو غادي يبيع لك السلعة، غادي يبيع، غادي يبيع راه فورنيسور هذاك، راه ماشي انا فورنيسور غتنصب عليا بهاد الطريقة. خويا انت ماشي فورنيسور ديال بصح، انت ماشي فورنيسور ديال بصح، انت غير
غنجيك راه قلت لي كاين نصالحك نصب عليك. انا ماشي كنعمم او شيء، راه ماشي كنقول لكم راه هادشي راه خاصكم تاخذوك كنتي ولد الناس، راه غتبان في عيني انك ولد الناس، راه غيجربك هو غير داكشي غيتيستيك. المهم انا كما اخويا القصه اللي دس منها سمعوها واستافدوا منها، اللي معارض الله ييسر لك اخويا. انا شنو نقول لك، انت ماشي فورنيسور ديال بصح، فورنيسور نهار الاول قالت لك 20 درهم، راه 20 درهم راه ما كيعرفكش هو. نهار الاول جيت عنده المحل قلت ليه السلام خاصني يلاه جيت من الخدمه طياره. خويا توفيق تحياتي، كان سلام من عندي ليك، وراه بلا ما نهضر الخدمه اللي غتكون بينه وبينك ان شاء الله تكون على كل خير. خويا كمل شرح الاسئله ليك الانتباه، هادشي اللي كان كيتشد ليا الانتباه، كنبغي نقرا كنبغي نشوف الاراء ديال الناس، ولكن كنبقى نجاوب بزاف عليهم. نكمل لكم، فورنيسور من كيطلق لك اول مره مثلا 50 درهم 100 درهم، هما ما مرات يطلق اول مره يطلق 1000 درهم ولا 500، او خا يكون تكون خايل عنده 10000 درهم ديال السلعه، 10 قليله 70000 100000 ديال السلعه، وما يطلقش لك 1000 درهم، كون متاكد اول مره ما يطلقش ليك. المهم هادشي كدز منه، انا ماشي كنقول لكم هادشي تبازاو عليه، حاولوا تستافدوا منه وتخدموا للصالح ديالكم. راه مني كيطلق لك 50 درهم ولا 20 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، راه الغد ليه خاصك تسلف من عند واحد اخر صاحبك وترجعها ليه. ها في كاين ها في كاين الفيلم. انا نهار طلق ليا كنعقل ديجا 200 درهم ماشي حاجه كثيره، دونك نهار طلق ليا مشيت لاسفي، جاي من كازا راجع في الكار، رجعت لاسفي خدمت عليها الغد ليه تصيفطت ليه الغد ليه. شوف طلق لك 50 درهم ولا 100 درهم ولا 500، تسلف من عند صاحبك ورجع الفورنيس، حيت الفورنيس هو اللي غيدوم ليك، هو اللي غيعطيك يبقى يعطيك الكريدي، صاحبك غيصبر عليك. شي صاحب غيصبر بز منك، ما عمره يقول لك انت ماشي ما تعاملتيش، غيصبر عليك واحد سيمانه، انت تروج سيمانه ترجع لي فلوسه. اما كانت 200 درهم راه في نص، راه تحل الكراج بحال كاتبك 200 درهم قدامك تسندك. موضوع واحد واش الوالدين او قصه الحياه. اسمح لي خويا عادل، ديجا المره الاولى ملي بديت في اللايف قلت لك انا راه ماشي معنديش تجربه في اللايف، عندي اكسبيرينس نبارطاجيها معاك، دونك غير حاول. انا خويا ما كنركزش، عارف هادشي علاش درت واحد واحد لاجوندا اللي فيها محطوطين فيها لي تيتخ ديال علاش نهضر لي سو تيتخ. دونك انا بحال هكذا داير، عندي ديفو حاول انت تستافد، يعني ماشي تحاول. اسمح لي المهم الفورنيسور ملي كيطلق لك واحد القدر ديال الفلوس، سير تسلفو من بلاصه اخرى ولا حاول توجهو ليه الغد ليه. راه ملي كتقولي انا كتقولي غنصيفط بعد سيمانه والغد لي كتصيفط لي، راه كيتفاجئ تقول واو هاد السيد راه فيه الخير، واخا راه كيما قلت لك غيستعملو كنصب، ولكن راه فورنيسور اللي كان ذكي راه مش غيجي يطلق ليك، راه كيجربك راه كيحكك، راه باش توصل معاه 25 مليون راه خاصك واحد 3 سنين ولا 4 سنين وكيعرفك، وديجا ديما كتصيفط ليه فلوسو في الوقت كتقولي الو خويا. المهم بلا ما نسمي الاسماء ديال الفورنيسور، سلام سي فلان راه الحمد لله راه غادي مزيان، راه ان شاء الله نهار الجمعه نصيفط لك الامانه ديالك. نهار الجمعه مع الصباح نصبصل عنده، ما وصلاتش كيقيد ليك، هويا كيقيد ليك كينوطي، راه تسمع نفس الكلمه دوك بلا ما نطيق فيه. نصابه راه كيتفرش كيتفرش، ما تقولي نصابه ولا، انا خويا ما كنقولش الناس كيفاش ينصبوا، كنقول الناس كيفاش يكسبوا الطاقه ديال الفورنيسور، حيت الفورنيسور انا كيما واحد الفورنيسور هنا راه ما عرفش سميتو حسن ولا ما نعرف، الا كان معارض لهذا الهضره كنقول يقول لي راه كنعارض هذاك فورنيسور. نكمل لكم الفورنيسور بلا ما تقرا لكم، حيت غير انا كنتلف الدراري كنقرا لي كومونتير كنبقى ندور في راسي شنو خصني نجاوب السي وممكن نجاوب في الاخر، دونك بلا ما نقرا نحيد لي كومونتير ونبقى نهضر. دابا الدراري حيدت لي كومونتير باش مابقاش حيت غنتخربق ما نكملش من هنا حتى الغدا. بقاو معايا شحال في المية؟ يلا 58% تقريبا، ما كاين المهم التليفون كيدير اشعار شويه. كمل الفورنيسور باش تكسب الثقه ديالو، نهار يطلق لك واحد القدر ديال الفلوس وانت ما كتقولش غدا نصيفط لك الفلوس ديالك، كتقول لي بعد سيمانه بعد شهر، كيقول ماشي مشكل هو باغي يكسبك، انت الغد اللي كتصيفط لي فلوسه. وتخيل معايا انت فورنيسور قلت لك غدا من نص سيمانه نصيفط فلوسك وصيفطها لك بعد نهار، كي غتحس تقول السيد ولد الناس تبارك الله عليه باغي يخدم، وهذا الشيء انا اللي خدمت عليه وماشي بالقصد، هذا الشيء تربيه تربيت بحال هكذا. انا ما عنديش مع كريديات، سلفتيني راه ندير الماكسيموم، شنقول لك الماكسيموم نرجع فلوسك اقرب وقت، نجوع راسي من دخلتي درهم الكونت ديالي ونبقى نجمع باش نصيفط لك، ونبقى ديما نصيفط بشوي بشوي. علاش؟ لحقاش الا بقيت نتسنى تنجمعها كامله اللي هي 25 مليون، راه نقدر نتعطل عليك ونقدر ما تصبرش عليك وتخرج معايا اللعيب، تخرج معايا اللعيب فين السي اي او غبرتي علينا،
تليفوني سو بحال هضره انت في ناس ايو مثلا غبرت علينا وهذه كي باس لك ميساج يعني فيني فلوس دونك انت 25 مليون قسمها على كل سيمانه 4 3 7 المهم ما نقولش شحال ديال الخبز رجعت عليه في وقت قصير وما نقولش شحال الرقم ما نسموش كان عايق على الناس ولا انا راه والو والو ما كنسوى حتى شي حاجه قدام الناس اللي خدامين ديال بصح فورنيسور المهم نتمنى انا غنقرا لي كومونتير دابا قول لي واش وصلت الفكره ديال فورنيسور باش ندوز لحاجه اخرى الا ما وصلتش وهي ما وصلتش نعاود نشرح ليكم دري الا وصلت الفكره كيفاش ان الفورنيسور تكسب الثقه ديالو ويبقى ديما يتعامل مثلا جاتك واحد بزاف ديال لي كوموند على غفله اش غدير والحد مثلا والسيف الحد ما كاينش الخدمه كي غدير تتفاسي لي فلوس مثلا ولا هو مثلا عنده غير كونت بونكير اغلب لي فورنيسور كيتعاملوا بلي كونت بونكير كي غدير غتعيط ليه الا كنت كيثق فيك راه تعيط ليه خويا راه صيفط لي السلعه هاديك البلا مش خلصوا بلا والو دروب شيبينغ انا كنخدم دروب شيبينغ من اسفي دونك من اسفي لي كومون كيتصيفطوا للناس من عنده هو حيت هو رابح وانا رابح وين وين وصلاش يلا دخل بليز سيف وصلاش مزيان عادية معقول الدراري معقول دير بصح راه اللي ما كنشوف معقول راه ما غتوصلش والو نقول ناكد ليك غير تكمش ونعس نعس في داركم اللي كان فيك شويه ديال القوالب ما توصلش وهادشي داخل في التربيه التربيه وبنادم كيقدر هو لايف خويا علي علي كنحترمك وكنتبعك علي ما عرفش المهم كان السوجي فاغ فهمتيني ما كاينش سوجي كان كتسولني على واحد كان عندي واحد ليتيش كنجاوب عليهم مثلا فورنيسور كيفاش تعامل فورنيسور كيفاش كسب الثقه ديالو هادي هضرت عليها هضرت على الوالدين هضرت على بزاف الحوايج كيفاش بديش والله يغرات تقطع شوف دراري المعقول في كل شيء في الخدمه مع والديك مع الناس اللي كتبغي مع كل شيء كان فيك المعقول غتوصل ما كانش غير غتفرش والمعقول في البيزنس ديالك مع الكليان انا نقول لكم العلاقه ديالي مع الكليان كنقسم لك بالله يشوف عندي برودوي انا عندي كليان واحد النهار قال لي لا خويا انا ما كنخفش عليه بالشيك عمرني حطيت شي شكل شي فورنيسور نقولك لي كاين وما عمرني نحطو شي يجي عندي يقول لي عطيني شيك خسرني ككليان خسرتيني يا خويا بلا ما تقول لي شيك سما خسرتيني ككليان انا ماشي كروند كليان ولكن كليان كنمشي فري معاك كنصيفط لك اخويا كل سيمانه فلوسك دونك خسرتي نيت هي الشيك اش انا قلت لك خويا توفيق بلا ما نهضروا نتايا كدا غنمشي وغادي انا ضامن انا شيك شي انا بالنسبه للفورنيس اللي عطاك السلعه انا شيك بالنسبه لي غنقول لي هذا السيد راه طافي غير السلعه المهم توفيق بلا ما ندخلوا في الديتاي دراري الفورنيس دوزناه العلاقه ديالك مع الكليان خلينا ماكشي التكنيك كيفاش تارغوتينغ كيفاش ليدز داكشي راه تدخل غير الجروب جاوبوا عليه الناس انا نجاوب شي حوايج اللي ما جاوبوش عليهم الناس الكليان كيفاش تكسب الثقه ديالهم انا عندي كليان واحد ليكزوم نعطي لكم جوج ديال لي زيكزومب زويني وكتفكروا ممكن نبقى نضحك ماشي ليكزومب الاول هو ان واحد الكليان تحت منه بوتيك اختصاص في المعارف اختصاص ديالو هو داك البرودوي اللي كنبيع بوحدو كيشري من عندي تعيط لي ايوب فين اخويا لاباس بخير صافي خويا صافي سداش وعلاش اخويا واحد ما سولتو قلت لي كيفاش انت تحت منك بوتيك كتبيع داكشي كنبيع انا جا عندي قال لي كلمه واحده المعقول انا قدرت من البوتيك ما معقولش فيه القوالب فهمتيني والله الا تحت منه قال لي انا تحت مني في المعارف شي شارع كبير ولا ما نعرف انا ما كنعرفش في كازا مزيان وغادي نسكن في كازا قريب ان شاء الله بقى لي والو كازا نسكن فيها ان شاء الله نكتب حيت الدراري بغيو يكبروا البيزنس ديالهم سكنوا في شي بلاصه اللي فيها السلعه وي انا ساكن في محامي في دوار ولا ما نعرفش سكن في دوار ولا سكن في عروبي ولا في فيلاج خدم جمع شويه سير كري سلام عليكم كري بيت كري براكه المهم تكون قريب السلام خويا زكي كنقول لك عمرني عطيت شي شيك واش بغا شنو ما عرفتش كيف نعطيك ولكن اخويا الفورنيسور اي ما عطيتش الشيك ولا اسمح لي اكثر هذا الفورنيسور ما عطيتش الشيك الا كنتي انت ولد الحرام
كنت ولد الناس كتفكر شويه ديال فيك واحد كتراجع النفس ديالك كتريح مع الليل مثلا كتنعس كتقول كتراجع نفسك حيت اللي كيراجع نفسه الدراري غادي يوصل اللي ما كيراجع نفسه اللي كيصعب على الناس كيبدا يسرق لهم في الحوايج و بلا ما نهضروا على ذوك الناس. المهم انا كيف تسرق الكليان اللي كونكيرون ديالو كنبقى نجبدها ديما. هذيك راه ماشي ليك ماشي ايليغال ديك الحاجه اللي درتها خويا. غير حاول تعتذر وقول لهم اخوتي راه غلطت راه عادي راه انسان كيغلط راه ماشي راه اغلاط اللي درت في حياتي راه بزاف كان قدام داكشي اللي كندير زوين ما بغيتش نزين راسي انا ما عرفتش. المهم الناس اللي كيعرفونا هما اللي غيحكموا ماشي انا. نهضروا على الفونيس وقلت لك شنو خويا الكارونتي كارونتي خصك تكون تولد الناس وتبدا مع صغير وغادي كتكبر وغادي كيكبر معاك كيفاش الفونيس كي تصيفطوا السلعه للكليون ديالك. فورنيسور اللي كنتي كتشري معاه كتعيط لي الو عندي كوموند فقط ذو القلب كيجي كيكتب هو الفاكتورات امان هو كيكتب هو كيكتب سميتي والمدينه ديالي باش راه رجعت روتور الدراري ترجع لي المدينه ديالي. هذه معلومه دراري اللي كيتعامل مع الفورنيسور وما واحد البيسه تقعدات عليك وبغيتي تصيفطها باش ما تضيعش الكليان الو فلان عندي اكزومبل رضا حيت عزيز عليا الو خويا رضا راه عندي واحد الكوموند حاول ديباني الله يحفظك هكا لي كوردوني ديال الكليان صيفط من عندك من كيصيفط ما كيديرش كازا كيدير اسفي من كيتساكن في اسفي ولا في مراكش كيدير مراكش كيدير ايوب الخياطي في وجوههم ولا الناس راه باينه في وجوههم الحمد لله هادشي اللي كاين. كمل خويا على الكليون واش نكمل على الكليون ولا على الفورنيسور غنبقى نهضر الدراري ما تخافوش غنبقى نهضر حتى نعيا ما غنعياش انا كاع ما كنعيا بالاخص في البارطاج كنحس بحال انا بالعكس كن ملي كنبارطاج كنرتاح غير ما تخافوش انا واخا يقرب باقي يلاه 53% مازال ودير الويفي ملي شفت 3G دونك من الغدا نبقى معاكم دوز نايس في باش نبدا راه ماشي غادي نبداو اخويا راه بدينا قويل راه كن راه ديك لاليس راه كنقرا كتب لي واحد تيشخ كنبدا نفصل فيه اللي هو الفورنيسور اللي هو امانه. واش بغيتو نهضروا على امانه الدراري نهضروا على امانه كيفاش العقل ديال امانه كيفاش امانه كتفكر نهضروا عليها مرحبا عندي صحابي في امانه عندي لي شيف سونتر كيفاش كسب الثقه ديال لي شيف سونتر ودي لي ودي لي ليفر حيت الليفر هو كلشي في امانه. انا غنعطيك واحد 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 اللعيبه حصريه ديك اللغه ديال كيف هذا السرقه حصريه بلا ما نهضر لك ما كاينش حاجه حصريه اخويا كاينه شي حاجه تعلمتها نبارطاجيها معاك وي 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 امانه بليز الدراري واش بغيتو امانه كيفاش تكسبوا الناس ديال امانه يولوا صحابكم وتعاملوا معاهم ولي كوموند ديالكم يتليفراو والكليان اللي بغى يحل الكوموند يقول لي لا بلا ما تحل هذا راه ولد الناس راه ديما كنليفري لي كوموند ديالهم واش تبغيو سنة بقاو معايا المهم كنقلب على شي ورقه ديال الامانه غادي نوريكم واحد ليكزومبل اخر نهضر واش نهضر على الكليان ولا امانه الدراري انا نهضر على كل شيء غير قول لي واش الكليان ولا امانه اللي بغى الكليان نهضر عليه نهضر عليه اللي بغى الامانه نهضر الكليان كيفاش كسبوا ما يفوتكش ديال بصح الدراري غير ما تعيطوش ليا ابل الله يرحم الوالدين الناس اللي عندي في لي زامي ديال عيطت لي ابل خسرتيني غنجي غنبلوكيك غنعيط لك وغنخرج معاك اللعيب حقاش بلا ما تعيطوا لي ابل لا في ميساج ولا في شي حاجه ما تقاطعوش ليا الدراري اللايف من الاحسن. ايوب اخويا قول واحد بواحد امانه تبعت ليس امانه خويا ما كاينش ليس كاين انا نسولكم علاش نهضر قول لي واش نهضر امانه امانه كليان امانه سير كليان كاين واحد الناس كلشي امانه سير امانه كليان فورنيسور فورنيسور خويا هضرت عليه خويا ربيع هضرت على الفورنيسور نعاود نهضر عليه شوف لي لايف ماجين غنهضر على الفورنيسور بوحدو لايف فيه 4 سوايع نص نهار ما نعياش لك اخويا انا والله ما مغدي كنقسم لك بالله ما مغدي من الفطور مع 8:30 ونص 9 حتى لدابا الماء تاع موج قرعات اللي عندي قدامي شربت من هادي غنكمل هادي غندوز لهادي ما واكل والو وما غنعياش. دونك الكليان الدراري الكليان مزيان كليان كنتحدى اي واحد فيكم يجي يدي لي كليان ديالي بالاخص كليون فيدال واخا نقص لي الثمن وراسو حق صفية نشوف فيها لاباج ولا ستور ولا السميه ديال البراند اللي بنيت انا ما تحيداش لي من راسو. كيفاش الطيقة تكون ولد الناس تكون ولد الناس ديال بصح تعامل الكاليتي دير هالكاليتي القشاوش بلاش
خدمت في القشاوش الله يسمح ليا يا ربي تسمح ليا خدمت فيهم وراه حيتهم. المهم انا كنعترف بالغلط، قشاوشات خربيقه، قشاوش ما كيوصلوش الدراري، راكم نتوما كتخسروا الدومين. وكيف هذا السرقه داكشي بلا ما نهضروا عليها، نبقى نجبدها ديما في هذا اللايف. غير 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 حاول تصبر عليا اخويا اكس امانه باش وصل واحد النيفو مزيان. انا نهضر عليك اليوم امانه، الدراري لي كومونتير كيضيعوا لي وقت كامل، انا ما عنديش وقت كيضيع، انا اصلا مسالي موقف الخدمه خدام على واحد البروجي كندير اليوتيوب ديالو، ومن هذا المنظر كنطلق اللعب. اش نقول لك، كنقول السير هذا دوز دوز بريفي، راه كنسالك الحق. المهم دويلي هنا على الكاليتي منين نجيبوها. اها ماشي مشكل، الكاليتي اخويا ماشي منين نجيبوها، انت كتقلب عليها يعني كتبقى تقلب كتقلب ها 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 كتقطع في الكاليتي. اي برودوي كيف ما كان كانت تخربيقه بلا ما تبيعو، انا كنسميها الحرتوكه يعني غتضحكوا عليا ولا هذيك تسمى حرتوكه، حيت هاد المو كاين في القيصريات غتسمعوها حرتوكه. ملي كتدخل السلعه واش دار بعمر خويا، انا ماشي ترونزيتير كيما واحد السيد هنا، نهار نريح انا اطاب يعطيني المعلومات الكافيه اللي نقدر نهضر عليهم وراه نقولهم. هاد السيد مسكين دايجا ما لقاش اللي يعاونو، دايجا الناس ما كاينش شي واحد عيط ليه قال اجي نعاونك، ما عرفش واش هو ما بغاش. اخويا طوفيق غربان الدراري من هاد المنبر عاونوا الدري مسكين، ماشي مسكين عنده راسو عامر. تي جي في تي جي في داز على ايد السيد، تي جي في تران داز على ايد السيد، ودابا مسكين خدام سالاري. انا المهم صالاري كنعتبره مسكين، غتقول لي لا ما يكونش بحال هكذا تكبر، انا ماشي تكبر، انا راه كنقول لك راه تحت من الارض. هاد السيد مسكين ما لقاش اللي يعاونو، وعندو عندو لي زيوتشي يعني اللي وصلو ما نعرف فين. المهم خرج على الموضوع، هاد السيد داز عليه لي البيس الكبير ديال لوسيبي، لي كرون ماشين ديال لوسيبي دازو على ايدو، خدام مع اكبر ترونزيتير في كازا. دونك انا ما بقاش نجاوبك على دي كيس، خاص يكون واحد متمكن. انا هضر معايا في الايكوميرس لوكال غنقول لك شي اللي عرفش لا قدرني عليه الله. كنقرا لكم كومونتير كنتلف الدراري، غنكمل لكم على الكليان. الكليان كيبغي اول حاجه كون ولد الناس، كون ولد الناس الدراري، كون ولد الناس ما تكونوش ولد الحرام. ماشي كلكم راه معانا هنا، كاين شي واحد كيديروا للخشونه متاكد، ما يقبلوش الهضره ديالو، يبقى خينا فيه التكبر كيعيق علينا تيقول انا بزاف. خويا انا بحال كتربيش ولد الناس الكاليتي، كيف تقلب على الكاليتي خويا راه شين، وكتقول لك شوف بغيتي بياسه بدرهم صايبها لك، بياسه ب 10000 درهم صايبها لك، دونك تقلب عليك ديال 10000 يعني ماشي كرقم، يعني انت كتقلب على الكاليتي. انت ملي كتبغي تحط كتبغي انفيسي في شي يعني في شي بروجي ولا، قلب على الكاليتي، حيت الكاليتي راه هي الكليان. راه الكليان كتصب عليه راه كتخسر الدومين. وكيف تسرقون بلا ما نهضروا عليها، غنعاود نجبد عاوتاني حيت انا ما تسرطاش ليا ضراتني. برودوي يكون بوغوس، واخا يكون تاعنا برودوي بوغوس وانا عندي بوغوس نقدر ندي لك الكليان ديالك، علاش التعامل وتكون ولد الناس. راه الكليان والله حتى كيحس بيك، راه من الصوت ديالك من طريقه الهضره ديالك كيعرف انت ولد الناس ولا ولد الحرام. راه الكليان راه كيعرف، راه ذكي، راه المغاربه راه عندهم الذاكره. راه ملي كيعيط لك بحال هكذا الو سلام مرحبا شنو حبيت الخبر سيدي مرحبا سيدي، راه كيحس بيك، راه كان في قواله كيحس بيك. من الاخر خاصنا نبيعو برودوي زوين دراري، الكاليتي المعامله هادشي راه تقول لي ديمو ديال هادشي، كنعاون ناكد ليك باش تدخل لك لراسك، الا كان راسك فيه الحجر خاص تدخل لك هاد الفكره. كاليتي المعامله تكون ولد الناس، هادشي راه خاصه في التربيه البسيشيك ديالنا، كيفاش كيفكر بنادم راه كان في قواله ما توصل. اللي بغى يبدا في الاي كوميرس اخويا اش علاش كنهضروا كنهضروا على الاي كوميرس جينيراتور ولا نيت واحد خويا، غنبقى نجاوب على لي كيسيون غنهرب. واش الدراري واش هضرت على الكليان يعني وصلت الفكره، سولوني على الكليان عاد ندوزو الامانه، سولوني على الكليان ندوزو الامانه، سولوني على الكليان واش وصلت الفكره ان الكليان كيفاش تقدر تسيب لي حرشوكه. دراري الحرشوكه بلا ما نهضروا عليكم جينيراتور ولا نيت خويا ما نقدرش نجاوبك دابا، حيت انا خصني جاوبوني على واش الفكره دي كيفاش تخلي كليان تبراندي واحد السميه ديال واحد لاباج اللي ديجا هي ماشي براند، بقات براند سميه يعني باج اكس مثلا رويال شي حاجه، هذيك رويال شي حاجه تولي براند، يولي كليان كيقول صاحبو صاحبي ما تفوتش خونا، راه خونا عنده الكاليتي، راه غضرب شي حاجه من عنده راه بلا ما نعاود ليك. واش ندوزو من الكليان الامانه ولا لا؟ راكم خوتي من الاخر، راه الجروب راه ولات كنحلم بيه انايا في الناس كنحلم بيه،
راه كنوض مع السبعة ونوصل للسبعة، راه ما كنقولش شي واحد السيرة اللي ما طلعش في الجروب اللي مشيتش الجديد ديال السيريضة. تحياتي من هذا المنبر، المهم التيم ديالو راه عارف شكون قابل لهداك الفيسبوك، وصل لي اخويا الهضرة ولا اختي وقول لي راك عزيز باش كدير ندوز الامانة الدراري. امانة 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 فعل امانة شديدة صعيبة، ما عمرش هضر عليها في لي لايف، ما كيهضرش على الامانة. كيفاش الامانة كتفكر؟ كيفاش انت تولي تدخل الامانة ويكبروا بك الناس ديال الامانة؟ ماشي حاجة تصيفط، لا غنقول لك كاين هادشي اللي خفت فكرة. وقول لي يا خويا لي برودوي كوزميتيك كيتمشاو في المعرض، كيتمشاو في الانترناسيون في اللوكال، وعندنا واحد الكليان كنعرفها عندنا ماشي حنايا يعني. دونك انا كنشوف كتديبو كتحط الديبو ديالها في الامانة 100 كومون في النهار. ديجا انا خدام عليها هذاك الكليان، داير انا ككونكيرونس ودير واحد الفيديو ديال كونكيرونس اللي هي بالضبط راه كاينه في مراكش، الناس ديال مراكش يعرفوها يعني. اخشي غير وجدي راسك، غير وجدي راسك من غير الكاليتي ديال البرودو. كيفاش كيفاش خليت ليهم يكون فيدال خويا؟ راه عندك كاريتي غيولي فيدال المعامله صاحبي. عندك كارت كارونتي مثلا، عندي واحد البرودو بحال التليفون هذا، كتعطي كارت كارونتي فيها سميت لاباج ولا سميت السوسيتي وشحال المده ديال الكارونتي. دونك صحيح المده ديال الكارونتي كلشي. ايوب تبارك الله عليك، عقل من لي الله بديتي ايامات الباك وهذا الشيء كيبين الى بغيتي توصل راه غادي توصل اخويا، راه غنوصل. راه قلت لي بجوج الحوايج اللي خصني يعني انني اخويا ايوب الله ما قريتي السميه ديالك خويا ايوب، كتب كومونتير شي كومونتير على انني فاش كنهضر لك على انني غنبقى خدام في الايكوميرس وفي الله. وكيفاش كان كيفاش كان كيبان لك كنتي كيبان لك تخربيق يعني. اغلبيه الناس كيقول لك لا ما تغامرش بخدم بقرايتك، قرا مزيان خويا، القرايه راه مهمه بلا ما نهضر على القرايه والكتوبه. القرايه راه اهم حاجه في هذا الشيء. وانا كنقلب على انا تزيد تكون بيزنس مان باش نكون اونتربرونور، دونك القرايه ما غتهربش وهي كتعاون بزاف، كتحتاجها بزاف. راه رايضه غيفهمني علاش كنهضر، كتحتاجها بزاف الا بغيتي تسكيلي. الا كنت خدام واحد النيفو صغير ماشي مشكل، مي كتبغي طلع النيفو خاصك القرايه والكتوبه والكونتاكت. الكونتاكت الدراري النماري تليفونات خويا. السلام سلام، اش كندير مساعد نعاونك، مرحبا اجي رايح معايا اطاب، ها انا نعاونتك وتتعاونني. دونك هذا هو الكونتاكت. الكارونتي على حساب الكارتي ديال البرودوي. انا غير كنعطيك كارونتي 3 زون بعد المرات يعني 3 زون 2 زون بزاف. كارت فيديليتي يعني انا شريت من عندي، عندك واحد الكوبون كوبون على كل مره شريت من عندي غتعطيها لصحابك ولا غتعطيها لصحابك، راك درتي بيبيسيتي ليا بزاف الحوايج. دري راه مغديش راه فيا الهيمري. كارونتي شحال عندي فيها دري؟ سمحوا لي نطلع في الثلاجه اللي كانت شي حاجه ما كانتش انت كالمه حضرني جوع ديال بصح. انا بغاش نبقاو على اللايف بحال هكا 5 دقائق، اقل من 5 دقائق دابا نطول ونقول لك واش كاين. اخوان الثلاجه خاويه، قول لي علاش ما كنطيبش في الدار بزاف. دونك مع الخدمه ومؤخرا كنخرج يعني وليت كناكل في الزنقه بزاف، ما بقيتش تقدي شي حاجه. دونك الثلاجه راه خاويه فيها غير الماء وكونفيتير وداكشي اللي ما هادو ميدير ليا. اما تيجي بالجوع، اما تيجي بالجوع مزيان، معلومه زوينه هادي يعني جديده. المهم نكمل لكم امانه، ندو من العساس حتى لعند الشاف سونتر لعند الشاف ريجيونال. من العساس دخلتي مع الباش وكتلقى عساس العساس، خصك انت خويا ايوب بغيت مساعدة ديالك الا كان شي واحد اسي يعاونني المعلوم كيفاش. كاين واحد السيد صاحبي اللي هو شاف سونتر السي عادي الصغير، تحيه من هذا المنبر، عاونتيني بزاف منساش خيرك، منساش خيرك اخويا عزيز، عاونتيني بزاف. كومون واحده في شي في اي بلاصه في السماء كتهبط. ايوب كليون ديالنا، هبطوا لي الكومون ديالو خاصك تليفرا، اجي تعشى عندي مرحبا بك خويا. كنتي في مراكش نجي عندك نحنتك، ما كنتيش بلا ما انا في مراكش، كنتي في مراكش مرحبا. نتلاقاو دابا، ديجا نتلاقى مع واحد السيد راه كيتفرج دابا في اللايف سميتو بدر، يمكن معاد دراري. الماء هو اللي كاين دابا، من غير الماء ما كاينش. اجي تعشى عندي مرحبا بك، الله يحفظك اخويا بدر. رايضة رايضة راه كنتسال الحق الكاميو. المهم انت كتسال الحق كنضحك. اجي تعشى عندي مرحبا
المهم الدراري نكمل على هذاك، ملي كتدخل مع امل شوف شنو الرباط دوك، ما كاين والو الرباط غنجي عندنا قريب. ملي كاين واحد البروجي غيكون في المدن الكبار خدام عليه، دونك وانت غتولي كليان ديالي، كنتحداك اخويا بدر انت غتولي كليان ديالي. راه رايضه والدراري هما اللي عارفين رايضه بيناتنا اخويا، بلا ما دير من انا واحد تاع مراكش تجي مرحبا الله يحفظك. دري نهضروا مي ندخل مع الامان، شوف كتلقى سيكوريتي، هذاك سيكوريتي راه راه الا ما تعاملتش معاه ديجا انت غيعاقل لك المسيره ديالك من الاخر، حيت انا راه بعض المرات راه كيكون عندي خاصني اونبالي مثلا ولا زربان، راه بابيل كتشد ليا النوبه، دونك انا مازال كن يلا فيق من النعاس كنشد النوبه. المهم رايد ما نجاوبكش. المهم الدراري ملي كتدخل مع امانه كيوقع الا بغى يتلاقى بك كيفاش خويا خالد، شكون مطابقين انا هنا عندي خدمتي وداكشي نتعاون معاك نريح معاك ساعه باش نبقى يعني ساعه ساعتين نطلع انا نشوف عندي الوقت كنتي في مراكش نتلاقى ومن الاخر سيرو نديرو شي ميتين ونتلاقى ونجمعو ونضحكو كلشي، غير انا ما غناخدش الكلمه حيت انا ماشي غير مؤهل ناخد الكلمه، نهضر على راسي ولكن خاص يكون الناس كاملين يتعاونوا. انا خويا في مراكش ممكن شي لقاء نتلاقى معاك اخويا معاد، ما عنديش مشكل، غير هو بين قوسين عندك شي حاجه في راسك كدور فينا بارطاجي معايا، حيت انا ما كنبغيش نعطيك ولا انت عطيني غير كلمه زوينه ما عنديش مشكل. شاد بي خويا الله يرحم بالوالدين وصافي مزيان، اما خويا حيت كاين اللي كينسى الخير نديرو ميشين ما عنديش مشكل، حيت انا قريب نتحول من مراكش دوك غنمشي لكازا، اللعب الكبير كاين في كازا الدراري، ما كاينش شي مدينه اخرى من غير كازا، راه كيدير لكم شي واحد يقول لكم راه كاين راه كازا، خليش على الموضوع اخي نفسي وخلي الكوموند من بعد عندك الصح. المهم نهضروا على السيكوريتي اللي هو اول واحد كيتسناك، هادشي راه ما كاينش شي دوره وما بغيتش نبيع شي دوره ولا ما يمكنش نخسر انايا داك الشيء كامل اللي تربيت عليه على ود على دراهم. منين تجي لكازا على منين نجي ونشوفوك ومرحبا بك الله يحفظك خويا خالي، راه غنجي لكازا قريب راني خدام شي انا نطلع لكازا خدام على الصخات يجي ورايا ده راه من المبارك نطاقي كنقول لك خويا لما نهضر. السيكوريتي مو نجبدو ديما المعامله، ولكن واحد الحاجه سميتها دهن السيري سير، هذه اللي كاين الفرق ما بين الناس، كاين الناس ما كيبغوش انفيستيو كيبغي يجمعها كامله، كنقسم لكم بالله الا ما كنت كنصيفط مثلا نهار الاثنين واحد لونو ديال كنعرض عليهم كاملين الغداء يلاه دخلوا جوج مره بغيتكم تعطوني الراي ديالكم في هذه القضيه، كنعرض الغداء واش انا رابح مثلا واحد القدر ديال الفلوس اللي هو مثلا 5000 درهم نهار الاثنين ولا 10000 ولا 20000 درهم ديال الرباح و 300 درهم ديال الغداء نضيع نمشي نتقرز عليها، جاوبوني شنو بكم في هذه الفكره. انا كنت نهضر على المهم خاصني نهضر على كاع الديتاي بالضبط بحال هكا، ولكن كنعرض ماشي كندهن السير ولا كندهر السير يلاه بهذا المعنى دون دون وين وين عطيتيني نعطيك صافي، راه الوالد ديالك ملي كتكون تربيك راه كتسنى لك شي حاجه كتسنى منك توصل، راه هذيك هي راه حداشه راه كاين. المهم عطيني نعطيك ما تعطينيش ما نعطيكش وما تعطينيش نعطيك يا سيدي، وغادي تجي من بلاصه اخرى داك الشيء راه انت غادي تجي من بلاصه اخرى. شوف راه الوالد ديالك ملي كتكون تربيك راه كتسنى منك يعني كتسنى منك ماشي الفلوس توصل تفتخر بولدها ولا بنتها، راه كنت كتسنى منك دونك راه كتسنى منك كتعطيك كتسنى منك، حاول غير ما يكونش هادشي داخل في المصلحه قول ووكل هادشي اللي كاين. سيكوريتي بابيل تقدر تشد النوبه تقدر تحل المشكل اللي قدوها بسيكوريتي، هذا اللي ابسط حاجه كاين في ديك الامانه اصغر حاجه ماشي كنحكي على السيكوريتي لا سيكوريتي هو قول حيت انا هضرنا على كاسي ماشي هو السيكوريتي حيت كاسي راه غيسولي مع. المهم نهضروا على السيكوريتي دهن السيري سير اخويا من الاخر والمعامله ما عمرك تكبر عليه ولا ديما عنقو بوسو عنقو ما عنديش انت خويا نقول لك كاين سيكوريتي ماشي تعنقو تنافقو، راه الا كتنافقو قبل ما تعنق انت خاصك تكون بحال هكذا كتبغي الناس، الا كنت كتبغي الناس ما غادي يبغي غيبغيك ويحبب الناس فيك. سيكوريتي ضحك مع انا المهم انا فكر انا نازل من مراكش راه ما كاينش الامانه خاصني نسولو نقول ليه داك الدري ولد اسين اللي عاد جا من مراكش غادي يجي معنا نقول الدري رجوله وضحوكي وكنجي كنت معاه شي مواضيع اللي خاص ما تدخلش معاه فيهم اللي اصلا حشومه ندخل معاه فيهم فهمتيني ماشي صاحبك كتدخل عادي. المهم راه شي الدري كنقول لكم راه التكنيك راه غيبقى عند رايضه يعطي لكم
انا عندك شي حوايج اللي ما كاينينش في ما يذكروش في كيفاش تتعامل مع هذا السيد ومع هذا السيد. نتمنى تكون الدراري الا كان هادشي كنقول كيفيد قول لي كيفيد، ما كانش نوقف شي حاجه. انا كنحس بحال لا راه ما كاينش، كنخاف نكون ما وصلتش فكره كيف ما هي، غير جاوبوني واش نكمل ولا نحبس. كملكم الدراري جاوبوني واش نكمل ولا نحبس. واش الدراري واش كتسمعوني ولا غندخل معكم القاسح؟ خلينا من كيف تسرقون، هذيك راه ما تسرقش ليا وما عمرني غننساها. ومن هذا المنبر كنسلم واحد الانسانه سميتها سلمى، وهذا السيد اللي كنهضر عليه راه هو اللي قلت لك عليه ديك النهار، هو اللي هضرت عليه نصاب. دوك انا ما جبتش سميتك اخويا، دوك ما كنهضرش عليك انت، انت تشدني هذويا قلت لي نصاب خويا، ذكرت سميتك راه ما عندك من تشدني، انت نصاب نحيد نصاب. انت غلطت يا سيدي، حيت انت كتخلي الناس ينصبوا. دريرة قاصح بزاف ظريف، راه الناس اللي تلاقاو معايا يقولوا شنو كاين خويا، الناس اللي كيعرفوني يهضروا الظرف خلق الله، ولكن كنتعصب كان خيال. بالعكس كلشي مفيد، تحان صاحبي هضرت كامله معقوله، كمل كتهضر على ان غير كمل. تبارك الله عليك ايوب خويا ايمشا، ممكن كمل مي سي ما تقراش لي كومونتير الله يحفظك كمل. كنقرا لي كومونتير حيت خصني نعرف الراي ديالكم الدراري، راه الا كنت ما عاجبهم شي حاجه نوقف مشيني ضيجه. كيبين الناس راه عاجبهم الحال، كيبين لنا شي تحياتي تحياتي لك اخويا امين السبعيل الادريسي، سميه بوغوصه سميه ديال الفواسه. بالمناسبه البرودويت اللي كنبيع انا كنسيب لهم غير الناس فواسه الخضار الزراق. المهم تحانا صاحبي مرحبا. دزنا والسيكوريتي، نفوتو السيكوريتي ندوزو عند الكيسي. دابا واش السيكوريتي فناه؟ واش ندوزو عند الكيسي ولا نبقاو عند السيكوريتي؟ تحانا صاحبي مرحبا، واش نبقاو عند السيكوريتي ولا ندوزو الكيسي؟ كمل الخصاب باش اللايف، بغيت نطول اللايف خو. واش قاد تصبر؟ مرحبا ما قادش خويا غير خرج صافي. انا واش انا خويا فيج ما واكلش وكنشرح لك تقول لي نتايا كتقول لي طوال اللايف، انت خليه طوال اخويا واش تخسر شي حاجه؟ انا خسر وقت وكنهضر معاك وعادي، ما مغديش الغدا ما مغديش تقول لي نتايا طوال اللايف، انت خليه سيدي خليه. واش ندوز عند الكيسي ولا نبقى عند السيكوريتي باش نشوف دقه دقه؟ واش عند الكيسي ولا عند السيكوريتي؟ واحد الحاجه هضرنا على الكليان سيرفيس ابري فونت، اهم حاجه في البيزنس ديالك. خسر ليه برودوي اللي باعتي ليه بدلو ولا رجع ليه فلوسه، ونصحك تبدلو حيت ديجا رابح، حيت الا رجع ليه فلوسه راك خاسر. دوز عندي للمدير اخي، لا ماشي للمدير الكاسي، عاد غندوزو للشيف سوندر حيت الشيف سوندر هو الام هو كلشي. واش ندوز عند الكاسي يا الدراري؟ اللي بغى الكاسي يقول الكاسي، اللي بغى السيكوريتي السيكوريتي. مول قول يا الدراري اش غندير، واش ندوز عند الكاسي ولا عند السيكوريتي؟ كاسي مزيان اسيدي، الكاسي هو اللي كيعطيك الاسرار كيفاش كتفكر امانه، ملي كتريح انت وياه بحال هكا دير ليه ها وفين السي فلان، انا نسمي واحد السيد راه يعرفني كيف اس فيه، هو اللي كان فين السي فلان شنو الجديد كيفاش هادي، كتقد جر كيعطيك معلومات اللي ممكنش نقولهم لك انا دابا، خاصو يتعاشو خاصك تكون طحتي في مشكل باش يعطيك هو الحل. مثلا الكليان ديالك عوص وهادي وهادي غير الحل الكاسي، والكاسي ملي الحل كتمشي طريطي انت مع هذاك، انت كتمشي تدخل عند الشيخ السونتر السلام السي فلان راه عندي هذا المشكل، وانت ديجا عارف الحل باش حتى السيد اللي في اللي شاف السونتر ما يغمقش عليك. بالمناسبة هذا السيد اللي كنت كنتعامل معاه مع مرة غمق عليا، ولد الناس كان كيعاوني اللي هو السي عزيز كنية بلاش، أهم حاجة معاني فيهم هو السي قمت. دابا الدراري واش عرفتوا شنو هو الكاسي؟ الكاسي كيعطيك القوالب ديال الأمانة، كي من تيقول لك أجي أخويا نزيد واحد الأوبسيون ديال الميساج باش يوصل الميساج للكليان ديالك، راه ديجا هو عنده أوبجيكتيف، الدراري عنده أوبجيكتيف خدام عليه، عنده صالير وعنده أوبجيكتيف. واش كتخدم مع امانه كوم بيرسون فيزيك ولا سوسيتي؟ خويا انا نقول لك، انا نجاوب على القضيه خويا، انا بارتيكولي كان واحد التفكير
اللي كبر معايا اللي هو ستوسيتي خويا راه فيها الضرائب عندك هادي كبر معانا. دونك ماشي الغلط ديالي، الغلط ديال والدي وديال المجتمع اللي عشت فيه كانت هو السوسيتي لا ضرائب غير نصب غير دو غير غتقفر على مشيتي درتي غير نزلوا عليك ويعرفوا شحال كتدخل. نكمل لك تسنى، وهذا غلط كبير. سوسيتي دي زافونتاج دي زانكونفينيون، لي زافونتاج ديالو اكثر من لي زانكونفينيون ديالها. وغنقول لكم واحد الطريقه سحريه اللي ما كايناش واللي المهم انا عرفت على شنو كنهضر، سحريه وما كايناش وجديده حاول تبدل الشيء. راك غلط خويا، راه كنت غلط ماشي دابا. دونك كنت غلط والغلط ماشي ديالي، دونك الغلط ديال الناس اللي ربوني اللي هما تربوا في واحد دوك داك الشويه ما عندكاش. دوك المحيط اللي كبرت فيه كيقول لك الشركه ولا الوالده لحد الان كتقول لي الوالده ما ديرش الشركه، خليك خدام عادي. لا لا الوالده غادي ندير الشركه، وعندي شركات هما دابا نخدم على جوج. عارف انا هذاك ياك عارف شو الدراري اللي عارف يقول لي انا عارف شو من الاخر طريقه سحريه. واش عباد الله واش حنا شوافات وهي سحريه توجي يقول لي واحد المقراش غنجيبو دابا نحطو لكم نلحق عليهم لكم طريقه سحريه. هذه هي طريقه، هذا هو المعنى طريقه سحريه. كاين واحد الحاجه سميتها غنبارطاج معاك خويا، واحد المعلومه اللي ديجا ما كايناش في هذاك في المارشي ما عارفينش الناس. مرحبا تقول لي طريقه سحريه كتكذب على راسك معروف مزيان. غلط بزاف، كان ذكي هوايا ولكن ما حسبهاش القدام كيف ما قال لي السي عمر. تحياتي للسي عمر. سي شكري ها دابا انت كونت، دابا انت غنجي عندك غتعامل معايا زوين. علاش؟ وغتعطيني المعلومه حيت انا بارطاجيت معاك وانت غتبارطاجي معايا. هذا هو اللي وصلت ليه. جروب لو جروب في اي بي، لا ولا لا في في اي بي ماشي في اي بي خويا بزاف داكشي حتى عرفنا وعقلنا به الله يعفو عليه. ورا والله انا والله بلاصه ما نخرج الزنقه، والله ما نخرج حتى نطلب السماحه وسمحوا لي وغلطت. ورا العقل ديال الصغار هو اللي خلاني زربت. وادي نقولك لي كاين صح مع نسيتي الجمله المفضله، انا اول واحد دخل ليكم بزاف داك السيد حمق. راه ما نذكر سميتك باش مابقاش متشدني، حيت كارتي سميتك راه ما تذكراتش. كنهضر اكس ما عرفتش اخويا، ما كنعرفكش انا، جي عندك ما كنعرفكش ما تشدنيش. سميتك هي اللي ما غتذكرش. اول واحد دخل ايكوميرس المغرب. واه اخويا ما خلى الرايده ما يقول هذا السيد هذا والعمار والدراري. انا راه والو يلا بادي يلا 3 سنين 4 سنين تقريبا ما حاسبش اي بديت. ديجا انا ملي بديت كان الجروب ما كانش حاسس سميتها باك سبونسوريزي، كان الجروب كتبيع مثلا واحد شي الله بيجي في المواكن مثلا كنت كنبيع ميكانه في شهرين ونص. والله ما نكذب عليكم شهرين ونص شهرين عام مهم بين قوسين كنت كنطول باش كنبيع بياسه. خونا اللي كتهضروا عليه شنو دار؟ واش اخويا واش السيمو؟ لا اخويا ماشي السيمو، لا ماشي السيمو لا ماشي السيمو. هاد السيد خدام في اللوكال، السيمو ما خداش في اللوكال ويكون خدام في اللوكال ماشي السيمو. ماشي السيمو لايف، ماشي السيمو لايف غير لا مش ماشي سيمو ماشي سيمو. دونك انت خويا يلاه متي ما عارفش القصه شكون هذا الخوش. دراري شنو هي الطريقه السحريه؟ انا غنفيدكم شنو هي الطريقه السحريه. الطريقه السحريه سيدي ديال نهضروا على ليفرور مهمين بزاف. ليفرور الله الا هاد التليفون هو اللي عندي فيه لي كونتاكت، كنت غنوريكم غير من بعيد نقول لكم ها شحال الكونتاكت ديال ليفرور عندي. والدراري بلا ما تقولوا يعطوني لي كونتاكت لحقاش ما يمكنش انا نخرج نمره للعالم ولا هما قلب عليه. انت حاول تكسبو، حاول من نعطيكم طرق كيفاش تلقاوني النمره ديال ليفرور. نعطيكم اسيدي الكوموند اللي كتوصل للكليان ديالكم كتقول لي السلام سيدي توصلتي بالكوموند ديالك مرحبا داكشي اللي بغيتي هو اللي وصلك سيدي مرحبا. تعامل معاك اللي الكوميرسيال ديالنا مزيان اييه مزيان، والليفرور ديالنا واش تعامل مزيان اه تعامل معايا ولا ما تعاملش وخلي لي النيميرو ديالو مثلا ولا باش نهضر معاه باش يعاود يتعامل معاك مره اخرى مثلا تعامل معاه مزيان. ولات فون السحرية ديالهم اللي كتجي من خويا بدر السيمو بزاف ولا ماشي بزاف. ما كنهضرش على السيمو، ما كنعرفش انا السيمو لايف وماشي النيفو ديالي. هربان عليا داك السيد شنو دار شنو كيدير ما نعرفش الديتاي. انا كنعرف انا واحد السيد في ايكوميرس لوكال ضرني السيمو عمر ضرني، كنستافد منه كنتفرج في لايف ديالو كنشوف حوايج زوينين ماكاينش حوايج خايبين. كينوض مع 5 الصباح
مو قاتل، كيقول كلام زوين كيموتيفيني صافي. الحوايج راه حوايج زوينين في داك السيد، الحوايج خايبين خاصهم تشوفهم. دراري القاعة الأولى سالات، ندوزو القاعة الثانية. خفت غير من نسالي اللايف نمشي نسخف ولا شي لعيبة بحال هكا. المهم دراري من نسالي اللايف عيطوا لي، لما جاوبك عرفوا انا سخفان ولا وقع شي حاجة. نكملوا ليفرور كيف تجبد النمرة ديالو من الكليان اللي تليفرات ليه كوموند، ولا من الكاسي ولا من الشيف سونتر. المهم الشيف سونتر اللي كنت خدام معاه في اسي هذاك خويا، ماشي شيف سونتر خويا، وغنتلاقى معاه غير من الثلاثه غنتلاقى انا وياه، انا بطل اسي وغنتلاقى معاه. هذاك اللي بغا فلوس اشنو المعمول. المهم بغينا نهضروا على ثاني سيريسي، نهضروا مع الليفر. الليفر كتعيط ليه، ممكن شي حوايج ما نقدرش نقولهم في اللايف، ما يمكنش باش ما يحصلنيش داك السيد اللي مول الطريقه السحريه. يقول لي انت كدا خويا داكشي ديالي انا ما نبارطاج مع الناس. تبارك الله عليه راه تيفيد بزاف، الله ييسر ليه. كيعجبني فشي حوايج، شي حوايج ما كيعجبنيش، انا ما كيعرفنيش، انا والو قدامه راه انا والو قدامه. شحال كنسوق قدام السيمو لايف باش عرفوا انا راه ماشي واحد اللي نقول لكم. ممكن كنت نعرف الناس اللي واعرين في الدومين وسولوا عليا راه يفهمني رياضه وعمرش كنقول. شحال كنسوق قدامه هاد شحال حسبوها بحال هكذا نتوما الدراري. انا ما كنسوق قدام السيمو لايف والو، راه واعر تشرب عليه خويا. الا جيت نطفي اللايف دابا غنمشي نخرج خصني نقصي في الزنقه، ولا خرج ما غاديش بغيت نكمل. واخا انا صبرت عشان من الفطور، كنقسم لكم بالله الدراري من الفطور كان عندي واحد خدام واحد البروجي ديالي جالس كنقلب عليه وكذا. جيت مع الربعه دغيا جيت وجدت لي تيت غير نخدم عليهم، ما قدرش بين قوسين شدني القرض كي تيقولوا. حقت اول مره غندير لايف، دابا راه معاكم بخير ما كاينش مشكل. راه هو عاد شرب اش نقول لك صراحه، كنشرب بزاف دابا حيت كنبرد على داك الجوع اللي فيا. غنكمل لكم كيفاش جبد النمره ديال الليفر وكيفاش كسب الليفر. نهضروا على النمره هي اللي نهضروا على النمره هي اللي تخليك توصل الليفر. باينه هادي النمره من اما على طريق الكاسي اللي كان في لاكاس، ولا طريق الشيفت سونتر، ولا طريق الكليان ديالك. وانا كنت كنعمل الكليان ديالي بزاف، ماشي شي حد شاف سونتر عمره يعطيك النمره. صعيب ما عمرك تحرج حتى هو عطاني النمره ديال الليفر، ما تحرجوش لحقاش عطاك النمره راه مابقاش كيدير خدمته، مابقاش كيدير حيت هو خدمته. شنو هي؟ هو يكونتاكتي لي شيف سونتر الاخرين، هذا راه كليان ديالي راه كيشيفري معايا، دوزو لي الكوموند خصهم حلش سلامين كنجيبها في كازا. خويا كارج على درب عمر طلع البلايص. والسلعه ما كايناش في كازا، كاين شي سلعه كاينه نقدر نقول تكون في شي فيلاج بعيد وفيه السلعه، ديك السلعه ديال الفيلاج خصهم على جايه. الله اخوتي واش تقبلوا انني نخرج ناكل غير ساندويتش ونرجع حيت ضرني الجوع بزاف؟ واش تقبلوا ولا لا؟ الا قبلتوا غير نضرب ربع ساعه نمشي نجيب ساندويتش نقصي نكمل وتسناوني. دابا راه 70 واحد خصني نوصل 70 واحد كيف ما كنا. واش تقبلوا ولا لا؟ حيت راه الدراري والله الا راه بزاف ما قديتش نصبر صراحه. راه الما راه سالينا القرعه الاولى، هاد القرعه الثانيه راه لحشت عليه دونك راه جوج قراي وهاد الثالثه. دريري واش ولكن تسناو اللي تقولوا وي خاصهم يتسناوني نرجع غنقصي غير نرجع. خويا حمزه بغيتي فيا الخدمه هذا ما كان غتسناوني حيت انا بغيت نبارطا بغيت داكشي كامل اللي كنت مخبيه شحال هذا بغيت نحطو دابا في هذا اللايف. بزاف الحوايج راه ما قلت لكم والو قدام داكشي اللي عندي انا كيدور لي في راسي، راه ما يمكنش نقول لكم التجربه ديال 4 سنين ولا هذاك في لايف. هادشي راه سخفت والله، راه حتى جالس راه الا وقف حكا غتجيني الدوخه، الا وقف حكا غتجيني الدوخه ونطيح دونك والله ما نبقى جالس. ناري الدراري غادي نقطع اللايف حيت حسيت بالسخفه صراحه. غتصبروا عليا نص ساعه ولا الا فيا السخفه راسي كنحس بيه كيدور. دونك الدراري قابلين سمحوا لي، غير هو بغيت 70 واحد يتجمع. الا ما تجمعوا 70 واحد ما غنبداش اللايف حيت انا بغيت الناس الا ما تجمعوش راه بلاش بلا ما نكملوا اللايف. غادي نمشي الدراري وتسناوني غنقصي شي حاجه خفيفه وغنرجع، راه ما يمكنش نبقى بحال هكا حيت راه ضرني الجوع بزاف.